السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكثير منكم طلبوا مني فيديو توضيحي وشرح أكثر للملزمة الموجودة، ملزمة إصدار 2024 من المكتب الطابعي. هذه عندي نسخة بالحاسبة، مو النسخة الورقية اللي موجودة، هي نفسها. تبدي الملزمة بأنه تكون هذه الصفحة الأولى اللي بيها. طبعا الملزمة هي عبارة عن كتاب طالب وكتاب نشاط في نفس الوقت، فتلاحظون أنه موجودة نفس الصفحات اللي بالكتاب الملون. أبدي اليونت دائما بالكلمات المهمة باليونت حتى يبدأ الطالب يتعرف على ما راح يجي بداخل اليونت. الصفحة الأولى دائما بالكتاب الملون، اللسن الأول بعد اللسن الثاني. اللسن عادة الأول أني أجي أترجمه وأخلي قدام الطالب أنه مترجم وأبين الكلمات المهمة هذه مثل ما تشوفون حتى أترجمها. الملزمة مترجمة بالكامل، مو مثل باقي الملازم فقط الحلول تلقون بها وبدون ترجمة، وتتعرفون هذا الشيء. تمارين النشاط، يعني بعد ما ننهي الورقة الأولى اللي هي موجودة بالصفحة الملون بالكتاب الملون، نجي للتمارين وأذكر لكم وين موجود هذا التمرين وشنو رقمه أو شنو الحرف مالته. تمرين A، تمرين B، تمرين C، وين موجود بكتاب النشاط أو بكتاب الطالب. حتى عندنا احنا تمارين موجودة بكتاب الطالب الملون. ممكن أني يعني أغير بشكل التمرين بما يناسب الذاكرة الصورية للطلاب. يعني هذا التمرين أصلا ما موجود بهذه الصور ولا موجود بهذه الطريقة ولا بهذا التلوين. على العموم حتى تكون الطالب يتقبل الكتابة والتمارين والصورة تبقى عالقة بذهنه ويقدر يربطها من ناحية الكلمات بالصور. التمارين اللي هي تسموها تمارين الإسقاطات هاي موجودة. لاحظ أني أترجم وأذكر كل شيء، يعني حتى الكلمة اللي هي باللون الأحمر هي نفسها بالعربي باللون الأحمر حتى أبين بالضبط يا الكلمة اللي هم يردوها. أيضا بها بعض الملاحظات إذا تتطلب مثلا لهذا التمرين أو بعض المداخلات. أيضا عادة أني أخلي بعد نهاية كل موضوع ورا ما ننهي التمرين نروح للنماذج الوزارية نحلها. مثلا الإملاء أني أحل لأن ما يحتاج يعني ذاك الجهد به. ممكن من يظل عندي فراغ بالورقة هذه أذكر بعض الشغلات أو الملاحظات اللي قد تفيدك تقويك شوية بالأساسيات. من ننتقل لللسن الثاني مثلا راح يكون بقواعد، راح تكون صفحة الكتاب الملون وبعدها يكون الشرح. طبعا عندنا بنهاية الملزمة ملحق الأزمنة راح نشوفها هسه. من ناخذ التمرين هذا التمرين القواعدي ورا ما ينتهي أيضا تجيني النماذج الوزارية. هاي النماذج الوزارية راح أبينها، وأيضا إذا أكو مثلا أمثلة وزارية تحتاج مناقشة أجي أناقشها لكم وأبين كل الشغلات اللي بيها. بعدها عندي حلول النماذج الوزارية. النماذج الوزارية أنا ما أفضل أحلها، ليش؟ حتى أنت تختبر نفسك بورقة خارجية وبعدها تدقق الحلول بالحلول الموجودة بعد التمرين. بالإصدار السابق بالملزمة مال 23 كانت الحلول نهاية الملزمة، فهالمرة خليناها قريبة منها. بعدها مثلا اللسن الثالث قطعة زيت طارق تكون بهذه الطريقة. لاحظ حتى التمارين أني أترجمها، ما بقي يعني الطالب بحيرة من أمره بس أنطي الحلول. يعني تلقى بملازم ثانية فقط مجرد موجود رقم 3 ومنطيني الحل، هنا أنا مترجم لك كل شيء بالكامل. ولهذا الملزمة تشوفها ضخمة نسبيا، وهذا الضخامة مو معناتها هي شيء مو زين أو مثلا طالب يقول ثقيلة. يعني الطالب مثلا أنا طلعك تشتغل عمالة، هي ملزمة تقعد تقراها وجامع لك كل المعلومات بمكان واحد، بدل ما تروح تشتري أكثر من ملزمة، ملزمة وزاريات وملزمة تمارين وملزمة مترجمة وملزمة غير مترجمة وتعدد مصادرك، هي بمكان واحد. يعني أنا دا أحاول أقلل الكلفة عليك والجهد، وأيضا هي تكون بمصدر واحد دائما موجود تحت اليد. لاحظوا دائما الوزاريات تكون ويكون بعدها الحل لمختلف المواضيع. كل ما يكون عندنا موضوع احنا نجي نخلي وزارياته وبعدها الحلول. ايضا هذه تشوفوها تقدر تتابع حتى الحلول بعدين على راحتك. هذه المواضيع اللي تكون عندنا من ناحيه القواعد. طبعا اليونتات كلها تتشابه من ناحيه اقصد نفس التصميم، مو بالضروره راح نشوف اليونت الثاني بالكامل، راح اخذ لقطات من عنده. هذا تشوفون فقط اليونت الاول. دائما نخلي يعني الشرح موجود بمكان وبعد التمرين مثلا يجي يعني بعدها يكون عندنا الحلول الوزارية أو النماذج الوزارية وبعدها الحلول لكل موضوع لسن. يعني احنا ما بوبنا الملزمة خليناها مكان كامل بس للقواعد، مكان كامل بس للإملاء، لا هذه تفيدك بالمدرسة، تكون أفضل شيء لك بالمدرسة، لأنه راح تدرس حسب التسلسل المنطقي للكتاب، اللسن الأول، اللسن الثاني، الثالث. بينما إذا احنا نجزئها قواعد ونجزئها إملاء، أنت بعض المواضيع ما راح تندلها وين وتظل بس تفتر بالملزمة. هذه لا، مدرسك ياخذ اللسن الثاني، أنت تعرفه وين موجود هو وتمارينه وحلوله، كل شيء موجود عندك، وتمشي ويا المدرسة وتعتبره كتاب. هو هاي الملزمة ما نسميها ملزمة، أنا أسميها مرجع، لأنه مصدر ضخم ومصدر ثري للمعلومات، والكتاب بالتفصيل الممل وبالتنظيم وتنسيق وإخراج وألوان بديعة من قبل المكتب الطابعي. مشكورين على هذا الجهد. هذه دا تشوفون هسه احنا الملزمة، هذا باليونت الأول، كل هذا الموجود عندكم. لاحظوا لحد الآن يعني احنا 55 صفحة وبعد اليونت ما خلص. هذه يدلل على انه ما عندنا اختصارات للمواضيع وبس نذكر مثال مثالين، لا احنا نذكر الأمثلة الوزارية مثلا من 2014 لغاية 2023. هنا عندنا 2022 لأنه مثلا ما موجود عندنا بال 23 كنقطة على هذه الجملة. بالنسبة للإنشاءات مثلا بعد ما ينتهي اللسن 9 الإنشاءات، أنا حاولت قدر الإمكان أخلي نموذجين للإنشاءات، يعني نموذج نوعا ما بسيط. لاحظوا مثلا هسه هذه المقدمة، هذه مقدمة وهذه نموذج آخر. المقدمة ما تكون أضخم، بعض الطلاب يميلون للإنشاءات السهلة البسيطة، والبعض لا يخاف من الإنشاء البسيط ويقول أريد إنشاء بقوة وبمثلا كلمات ومفردات أكثر. فهذه نموذجين مثلا للإنشاءات. عندنا القطع الاستيعابية تكون مترجمة، يعني مكتوبة ومترجمة أيضا، تقدر تطلع عليها. بعدها التمارين موجودة والحلول الوزارية والتمارين والأسئلة الوزارية. بنهاية اليونت أجمع لكم نماذج المعاني، طبعا الإملاء خليته ويا كل موضوع. هنا نجمع شكو كلمة إسقاطات إجتي بالوزاري، وخليها على شكل تمريني حاكي الفرع أي بالسؤال الثالث بالوزاري، وبدون حلول طبعا، حتى تقعد أنت تترجمها مثلا، تحاول قدر الإمكان تتعلم وتدرب نفسك على الإسقاطات، على إسقاطات اليونت الأول أو اليونت الثاني إلى آخره. لكن ما عوفك بدون حلول. هنا رقمت كل تمرين، رقمته كل مجموعة رقمتها، فتجي تلقى مثلا المجموعة الأولى هذه حلولها، المجموعة الثالثة هذه حلولها، المجموعة الثانية هذه حلولها، وينتهي عندك اليونت. بعدها يبدي اليونت الثاني، كذلك نبدي بالكلمات المهمة. وأيضا مثل ما تلاحظون هذه موجود الملزمة، تكون يعني جميلة بالنسبة للنظر بالألوان، ما تشوش على الطالب، يكون بها بعض الصور اللي قد تفيدك، إنه مثلا تربط الأحداث اللي يسموها قسم الخرائط الذهنية، أو إحنا نعتمد على الذاكرة الصورية دائما. أيضا مثل ما تلاحظون النماذج الوزارية وحلولها موجودة مباشرة بعدها. قلت لكم هو يكون نفس المستوى، الترتيب والتنظيم نفسه، لكن تعرفون أنه كل يونت يختلف. إذا أكو ملاحظات أكتبها. فنستمر إحنا نشوف الملزمة تكون بهذا الشكل اللطيف الجميل، بألوان مريحة للعين مو مستفزة. الملزمة أرجع وأقول هي مكسب إلك، لأنه راح تكون في مكان واحد، 3 في 1، هي تقدرون تعتمدون عليها كمصدر للنماذج الوزارية الكاملة. أيضا تعتمدون عليها هي مراجعة مركزة. لاحظوا احنا لحد 23 التمهيدي 23 موجود عندنا النماذج الوزارية. تشوفون قسم بها ملاحظات، التمارين، الحلول كاملة مترجمة بالكامل، ما مخلين مثل ما نقول نقطة إذا ما ذكرنا عليها ملاحظات، إذا ما مثلا بينا شلون تجي بالوزارية، ممكن شلون تجي بالمدرسة. القطع الغير الوزارية أيضا مترجميها معاي، فيها إنه بس نعطي فكرة عنها، لا احنا نفصلها بالتفصيل الممل. مواضيع القواعد كلها. فخلينا نتنقل بعد بالملزمة بس حتى تطلعون عليها. ايضا هي راح تكون مناسبة بالسعر، لانه انت هسه لا تشتري اي ملزمة متكونة من 50 صفحة يمكن تلقاها ب 10,000 ب7. الملزمة سعرها اللي خلوه مكتب الطابع هو 14، وانا اشوفه يعني ورأي هذا الكثيرين انه يعني قليل بحق هذه الملزمة الفخمة الضخمة هذه. وقلنا لكم يعني اذا تحسبها انت 3 ملازم في ملزمة واحدة فهذا يعتبر سعر جدا مناسب لها، ما راح نقول رخيص ولا راح نقول غالي. ايضا نهاية اليونت تكون عندنا المعاني وحلولها موجودة. ننتقل يونت 3، راح يكون نفس الشيء، راح احنا نسوي سكيب لليونت 3 ونروح قبل للملاحق الموجودة بنهاية الملزمة. ملحق الأدب خليته الاثنين يعني الأرجوحة والكناري. يعني أنت تريد تشتري فقط الجزء الأول. الجزء الأول عادة يتخلى به فقط الأرجوحة، فيضطر الطالب إذا يريد يشوف الكناري يشتري الجزء الثاني. أني بالجزئين سواء هذا الجزء الأول ولا الجزء الثاني راح أخلي الأدب كامل مع وزارياته لكل السنين. يعني أنت ممكن عندك هسه مثلا الجزء الأول بال2023 أو الجزء الثاني بال2023، تشتري هذا الجزء الأول فقط أو الجزء الثاني راح ننزله بعد شهر ونص إن شاء الله. فأنا أوفر عليك كل المبالغ في حال تضطر إنه تشتريها على مود الأدب. الأدب راح يكون عندنا محمد خضير، بعد ما ننتهي من محمد خضير والقصة والمقتبس نروح للكناري. هذه قدامكم حياة كاثرين والقصة اللي هي مال الكناري. بعدها بعد حلول الأسئلة مالتهن نبدي بالوزاريات اللي تبدي من التمهيدي 2014. هذه مثل ما تشوفون تمهيدي 2014، وهذا يكون دور كامل يعني جامع محمد خضير والأرجوحة، ومترجمة بالكامل هي والأجوبة واضحة. يعني أنت مثلا السؤال باللون الأسود الجواب باللون الأحمر. بالنسبة للعربي يكون السؤال مختلف عن الإجابة، كل شيء واضح وسهل لأنه يكون يعني للنظر للعين، سهل يكون للحفظ، سهل يكون للتذكر. كل الوزاريات جمعتها لكم مثل ما تشوفون. احنا هنا يعني انا بس مجرد دا امشي سريع لانه بس حتى تشوف الشكل مالتها. بعد ما ينتهي الادب يجي عندنا ملحق الازمنه والاضافات والافعال الشاذه. هذه الافعال الشاذه اللي راح تحتاجها انت بال يعني التمارين وحلها فقط. هذا يعني هذا يصير سند، هذا خطأ طباعي. بعدها يجيني الأزمنة مثلا زمن الماضي البسيط، الماضي المستمر، الماضي التام. بعدها يجي المضارع البسيط، مضارع مستمر، هذا أيضا يخدمك. وأيضا عندنا قواعد إضافة الإي إن جي والإي والدي والإس. بعدها يجيني ملحق إثرائيات القطع اللي هي الأسئلة نقول اللي ما وردت بالوزاري لحد الآن أو النقاط اللي ما وردت بالوزاري لحد الآن، وأيضا اللي ممكن تجي بالمدارس. فأني جمعت مثلا أسئلة زي طارق مترجمة كاملة. عندك هذا الملحق كامل لكل القطع الاستيعابية اللي بالكورس الأول. مثل ما تلاحظون كل قطعة يعني تكون هذه بلون مختلف حتى تميزها مع أنه هي موجود العنوان مالتها. هذه أسئلة ممكن يعني تقدر تضيفها للوزاريات اللي عندك. بعد ما ينتهي الملحق هذا يجيني ملحق القطعة الخارجية من 2014 إلى 2023. القطعة تكون بهذه الطريقة، يعني عندنا هذه القطعة وهي أسئلتها، هذه أجوبة الأسئلة. نجي نترجم القطعة وننطي الأسئلة والحلول مالتها. وهاي قدامكم كل الأدوار حرفيا من 2014 إلى 2023 السنة هاي الأخيرة. يعني الملزمة من تشوفها هي ضخمة لكن تسوى الجهد اللي نبذل بيها، التعب والسهر والأيام اللي قضيناها حتى نصممها. إذا تشوفون الملزمة عبارة عن 360 صفحة ضخمة. يعني أنت إذا تريد تستنسخها، أكو قسم طلاب مثلا يقولون إحنا نستنسخها، راح تصير أغلى مما هي من سعرها يعني. فالاستنساخ راح يكون أيضا مو بجودة الورق الزيتي والجميل والأناقة اللي موجودة والهارد كفر اللي راح يكون بالملزمة. فحاول إنه تكون تستثمر فلوسك بيها، لأن هي راح تغنيك عن 3 ملازم حرفيا، وهذا نسميها 3 في 1، وهي مكسب إلك. وأتمنى هذا الفيديو التوضيحي يعني بيّن لك مميزات هاي الملزمة الرائعة، واللي ثقوا راح الكل تقلد هذا المحتوى اللي بهذه الملزمة. تعتبر طفرة بالنسبة للملازم، وأنا أأكد هذا الشيء إنه راح تشوفون الملازم البقية راح تبدي تتغير وتكون على أساسها، ونكون إحنا السباقين لهذا النموذج اللي المفروض الطالب ياخذه، مو ياخذ ملزمة جاهزة الحلول وبدون ترجمة. الملزمة متوفرة بكل مكتبات وكلاء الطابعي بكل محافظات العراق، تقدرون تطلبوها منهم. كل المكتبات أكيد عندهم خدمة التوصيل، وهي مكسب للطلاب. أتمنى يا ربي لكل الطلاب الموفقية والدرجات العالية، وإن شاء الله بهذه الملزمة ما راح تحتاج إلى أن بس تدرس وتحصل على 100. وتذكروا دائما we are different، وفعلا احنا مختلفون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.